مع تصاعد التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية والتكهنات حول حرب محتملة، إليكم مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني. نبدأ من طائرات النقل العسكرية، حيث يمتلك الجيش الروسي 445 منها من طائرات النقل العسكرية، فيما تمتلك أوكرانيا 32 طائرة للنقل فقط. وهي أو على صعيد طائرات تدريب الآن، تمتلك روسيا 552 طائرة، بينما تمتلك أوكرانيا 71 طائرة تدريب فقط. ويمتلك الجيش الروسي 132 طائرة للمهمات الخاصة، مقارنة بأوكرانيا التي تمتلك 5 منها فقط. وبخصوص الطائرات المقاتلة، يمتلك الجيش الروسي 772 طائرة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على النظير الأوكراني، وهي التي تمتلك 69 طائرة مقاتلة فقط. ننتقل الآن إلى الطائرات الهجومية، حيث يمتلك الجيش الروسي 739 طائرة، في تفوق واضح آخر على أوكرانيا التي لديها 29 طائرة هجومية فقط. أما بخصوص طائرات الهليكوبتر، فروسيا لديها عدد هائل يبلغ 1543، عكس نظيرها الأوكراني الذي يمتلك 112 مروحية فقط. على صعيد المروحيات، تمتلك روسيا المروحيات الهجومية، تمتلك روسيا 455 مروحية هليكوبتر هجومية، بينما تمتلك أوكرانيا 34.